افتتاح يطلعوا المشاهدين الكرام. وجديد الترحاب، تحية من جديد لكل مشاهدي قناة شوف تي في الكرام والأوفياء أينما كنتم، مباشرة من مدينة بني ملال. صدفة نلتقي بعزين وتيبكيه تيطيح الدموع تيقول لي ما عنديش باش نشري الصباط وجلية تتخمج ليا، تنشوف فرج ليا كتمشي ليا شوية بشوية، ما قدرتش ندير شي حاجة. هو عزين غادي يتكلف وغادي يحكي لكم. السلام عليكم، انا اخويا اسمي عزدي الشفاوي عزدين، بعمري 35 عام، تنعاني بإعاقة حركية وعندي واحد المشكل في الرجل مشوهة ومتعفنة شوية بسببها الصباط دابا خصني نبدلو. صباط خاص واه دار بيضاء كيصايبولك شي واحد هو اللي تيعبر لك؟ كلينيك واه كلينيك، سميتو عند الطبيب كلينيك. 80,000 ريال. 4000 درهم. واه ومشكلة دابا انا مقبلتش من الخدمة، ما خدام ما والو، عندي وتا والديا حالة لا اله الا الله. والدار اجا درت واحد الفيديو اخر الاول، باقي ما تلاقيت حتى حاجة مساعدة ولا، وتنتمنى من الله تعالى يشوف من حالي ومحمد السادس نصره الله ومن المحسنين ومن الله سبحانه وتعالى الله يشوف من حالي. اما هاد الرجل هادي خويا راه تنتمنى من الله تعالى يشوفها من حالي، راه تنقول انا الامل محاش كاين الامل، شي امل ديالها غادي تتخنز. والمشكله دابا لما تحرك لما كان الصباط هذا كان الصباط هذا ما نتحرك، يعني هو كل شيء ولا بجي الصباط ما يمكنش تخرج من الدار لا والو، خاص لما كان لا ما كانش هو، ما كان حتى حاجه، ميمكنش غتلبس الصباط عادي ولا غتمشي كتولي كاملة دميات، تبدا غادي تولي والخدمة ريحت منها، ما كاينش العوين، كاين الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. نتمنى من الله تعالى يشوفوا من الحال، الله يرحم لكم الوالدي ويجزيك بخير. فين كتسكن؟ ولاد الدريد. ولاد الدريد ولاد الدريد. و عندي هذا المشكل دابا تما كطريق بعيدة على حساب المدينة، وصل المدينة خاصك تضرها بواحد المسافة باش تلحق الباص في غاية. كل ما جابكش هاد الصديق هذا ما غاديش، ما تجيش صافي في الطريق طلبتيه ما تجي واه ما تجيش. هو مسكين تا هو راه دخل معنا واحد شوية تا هو اليوم وصافي تجارة معايا صافي. لا 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 شحال الناس اللي بغيت يتواصلوا معك؟ شحال هذه 06-68-02-03 06-68-02-03 شكون المغاربه كيشوفوا فيك دابا؟ شنو الرساله اللي كتوجه؟ يشوفوا من حالي، يشوفوها من حالي هذه الحاله هذه ولا لا اله الا الله. جيل تشوف الاعاقه كي دايره خويا، الحاله كي دايره، ما تقدر تخدم، ما دير حتى حاجه والو، صافي غتبقى مريح وبلاد الانسان متزوج بوليداتو عادي لا اله الا الله وصافي. هما دار الوالدين حالتهم نتوما ضعيفه، غادي على قد الحال، وانا راه متحسب راسي غادي تتكرفص نهار على نهار، فهمتيني. نتمنى من الله تعالى يشوفهم من حالي الله يسر الله تعالى. 06-68-02-83 متابعينا الكرام، كيف ما شفتوا هي حاله
حالة ديال الأخ هي حالة صعيبة، هاد الصباط كيف ما غادي تشوفوا صباط سبيسيال، لا صافي لا صافي صافي هو صباط خاص، يعني ما يمكنش يلبس صباط عادي. 4000 درهم الثمن ديالو، جاتو قاسحة بزاف. نتمنى مشاهدينا الكرام انكم تفعلوا ايجابا مع هذا البث المباشر ومع هذه الحالة، الى بث مباشر اخر من مدينة بني ملل او احدى نواحيها او احدى اقاليمها. مع تحية اخوكم طارق، اسعد الله اوقاتكم بكل خير والى اللقاء.